السلام عليكم. كما وعدناكم اليوم نبدأ سلسلة من هم الأئمة الاثنى عشر، نظرة أهل السنة والجماعة إلى الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة. هؤلاء الأئمة أولهم علي بن أبي طالب الصحابي وابنه الحسن ثم الحسين ثم نسله علي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري محمد المهدي. فإذا أطلق الشيعة عبارة اتباع أهل البيت فهم يقصدون هؤلاء الاثنى عشر وليس كل أهل البيت. أما مصطلح أهل البيت عند أهل السنة فهو أوسع بكثير. أهل البيت عند أهل السنة على ثلاثة أقسام: أهل البيت بالنظر إلى النسب وبالنظر إلى السكن وبالنظر إلى الشرف. أولا بالنظر إلى النسب، فكل بني هاشم وكل بني المطلب، بنو المطلب وليس بنو عبد المطلب، كل هؤلاء من أهل البيت. وتحت بني هاشم يدخل آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث، وتحت آل علي يدخل أيضا آل الحسن وآل الحسين. وآل البيت عند أهل السنة فيه كلام كثير، لي فيه رسالة بعنوان مرحبا بأهل البيت، لكن حديثنا الآن عن الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة. هذا علي بن أبي طالب وهذا ابن الحسن ثم الحسين، والبقية من البيت كلهم من ذرية الحسين، مثلا الآن زين العابدين، بعدين محمد الباقر، بعدين جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، محمد المهدي. طيب كيف ينظر أهل السنة إلى هؤلاء؟ أهل السنة ينظرون إليهم على أنهم أئمة علم وهدى وتقوى، وهم يشرفون بالنسب النبوي. هذا في الجملة، وهناك تفصيل سأذكره لاحقا. أجل إذا كانت هذه النظرة الإيجابية عند أهل السنة تجاه هؤلاء الأئمة من أهل البيت، فلماذا يختلف الشيعة الإمامية مع أهل السنة؟ هناك كلام كثير وأسباب كثيرة، لكن لعل من أهم الأسباب أن أهل السنة ينظرون إلى هؤلاء الأئمة من أهل البيت أنهم أئمة علم ودعوة وعبادة وخير، لكن في النهاية هم بشر، قد يصدر منهم السهو والنسيان والخطأ. أما الشيعة فيعتقدون أن هؤلاء الأئمة معصومون، لا يصدر عنهم لا خطأ ولا نسيان ولا سهو. أما أهل السنة فيعتقدون أن آخر معصوم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وللحديث بقية، نلتقي غدا بإذن الله.